السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا غادي نصاوبوا دانيت ديال الشكلاط. كيجي تماما بحال اللي كيتباع عند البقال. المذاق ديالو زوين، بمكونات سهله وبسيطه. نخليكم مع الفيديو، تبعوا الطريقه والمراحل. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، اليوم غادي نصاوبوا دانيت منزلي. كيجي زوين تماما بحال اللي كيتباع في الحانوت. عندنا نشا، جوج معالق كبار ديال النشا، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر. خديت انا هنا جوج دراهم ديال الشكلاط العادي. غنحتاجو السنيده و اترو ديال الحليب. دابا غادي نبداو في المراحل. ناخدو طنجره اولا كاسرونه كبيره، نديرو فيها الحليب، الحليب بالنسبة لعدد الأفراد، يعني ممكن ديري غير نص إترو أو لا إترو، المهم على حسب القياس اللي بغيتي. إلا درتي نص إترو راه غديري النص ديال المقادير. نص إترو فيها معلقة كبيرة ديال النشا أو الشكلاط درهم هكا ولا جوج دراهم. درت أنا هنا إترو ديال الحليب، غندير معلقة كبيرة ديال الكاكاو، كاكاو المر. حرك مزيان، غادي ندير جوج معالق كبار ديال النشا، والسكر. ديما كنقول لكم البنات السكر حسب على حسب الذوق. انا غندير هنايا 4 ديال المعالق كبار. نحركوها مزيان، نحركها مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد الكاكاو غادي يدوب لينا مع العافيه مع السخونيه. دابا غنزيد عليه الشكلاط، وغادي نحط كلشي فوق البوطه على عافيه مهيله. وانا كنحرك ما غنوقفوش من التحرك، غادي يدوب لينا الشكلاط وتشوفوا الخليط كيفاش غادي يتجانس. دابا انا درته فوق البوطه على عافيه مهيله كيف ما قلت لكم. من الاحسن تحركوا بمنعقه خشبيه باش تحركوا براحتكم ويتحرك مزيان. دابا غادي يبدا يذوب الشكلاط، غنستمر في التحرك بحال هكا، ما غاديش نوقف باش ما يتحرقش من التحت. عكينا المايزينا باش ما يتحرقش من التحت. غادي يعقد الخليط، غادي نبقى نحرك هكا حتى يعقد الخليط مزيان. دابا هو بدا كيتقال، شوفوا كيفاش ولا.
كل شيء داب، ما بقاوش ليا دوك الحبيبات، هو بدا كيتقال. غنبقى بحال هكا نخلط حتى يعقد مزيان، يعقد اكثر من هكا. دابا صافي، ها هو شوفوا كيفاش ولا، شوفوا كيفاش ولا صافي. دابا انا غنطفي عليه البوطه، بارك عليه. صافي صافي، دابا ها هو الخليط كيفاش ولا. شوف دابا غادي نخويه في كيسان ديال التقديم. ها هو عطاني 6 ديال الكيسان، يخرج كمية كبيرة. شوف هاد الكيسان هما كبار، ماشي كيسان لي صغار، كيسان لي كنت درت فيهم التحلية. شوف كيفاش. دابا غندخلو التلاجة، نخلي بلاتي حتى يبرد شويه وندخلو للثلاجه واحد تقريبا نص ساعه هكا اولا ساعه، المهم غير يبرد ويشد شويه راسو، وغنوريكم الشكل ديالو النهائي كيفاش جا. وهذا الشكل ديالو النهائي بعد ما دخلته للثلاجه حتى برد مزيان. شوفوا كي جا، صدقونا البنات كيجي زوين بزاف، تماما بحال دانات اللي كيتباع في الحانوت. المذاق ديالو زوين بزاف، غير جربوه وغادي تشوفوا ان شاء الله. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.